السلام عليكم مشاهدينا ومتابعينا اينما كنتم. حلقه جديده من برنامج ام الناس. راح نتواجد اليوم ببورصه بغداد، الا وهي منطقه الشورجه وسوق الشورجه. باعتبار اليوم بعد نزول الدولار راح نتعرف عن الحركه الاقتصاديه، الحركه القوه التجاريه اليوم بعد ما كان الدولار وصل ب 180 و 175 اليوم، وبعد قرار مجلس الوزراء بتسعير سعر الدولار 130 ألف. راح نشوف بعد انخفاض سعر الدولار شلون راح تنزل اسعار المواد اللي سبق وان ارتفعت بارتفاع الدولار، وايضا راح نشوف حركه السوق والقوه التجاريه هنا. السلام عليكم. سلام. شلونك سيد؟ يا مرحبا. اهلا وسهلا. يا مرحبا. صباح الخير. صباح الانوار. مساء الخير. صباح الانوار. صباح المساء. الدولار اليوم بيش؟ والله يقولون 142، ما حد يجري اليوم. ما البنك المركزي يبيع ذيك الساعه نقول، يعني لحد الان يقولون ما قاعد يبيع. بس انتوا هذا البنك المركزي؟ اي ما عرفت. ما عندنا علاقه بيه، احنا ناس يعني مثل ما يقولون مو صاحبين اختصاص. احنا يعني الدولار هو حقيقه لعب بالناس، يعني ما تدري العالم. النوب 142، النوب 150، النوب 155، يقولون 142. يعني التسعيره 130 يشتروا اصحاب المصارف. هو مو اصحاب المصارف، هي عباره عن عصابات. وليدي العزيز الصرافات. هو الان شنو اخي حيتان قاعد مستفاده. مو اني وانت، يعني اني وانت نشتري، يعني نشتري كيلو طماطم كيلو هذا تقيسنا بيهم. ذولا قاعد يشترون دفاتر، قاعد يلعبون بالناس. يعني اصبحت مثل طبقه راسماليه وطبقه فقيره مسحوقه هالشكل. فهذا المسحوق يريد بس يعيش، ما قاعد يفكر مثل تفكير المسحوق اللي تقصد بها المواطن. نعم المواطن مسحوق، يروح يفكر قد يبيع الدولار البنك وقد هذا. ما عندنا علاقه ما عندنا علاقه. انت تريد قاعد تنزل، خاصه الناس البسطاء احكي عن لسانهم، يريد له 20 25 يطلعهم ويريد يروح له. شو ياخذ له شده شدتين؟ هي مبينه مسرحيه. قاعد ذول الاحزاب اللي موجوده الفاسدين واللصوص بغطاء حكومي هو ام حاميتهم. زين حبيب. نعم زين. شنو شغلك هنا سيد؟ انا شغلي والله رجال بالنقليات كاش. بعد انخفاض سعر الدولار و 130، يفترض 130 والايام الجايه راح يوصل لهي المرحله. اريد اعرف حركة السوق اليوم بهاي اليوم. حبيبي انت ايش ما ينزل السوق؟ ايش ما ينزل الدولار خلاص؟ ينزل الدولار السوق ما ينزل؟ لا السوق ما ينزل، ينزل سعر صرف الدولار. طبعا تصير حركة عند الناس. يعني هاي اليومين شلون الحركة؟ اي لا الحمد لله. بس على السمع، يعني هسه احنا على السمع اكو حركة، بس اذا صارت صحيحة لا يمكن لا يصير. زين الاسعار نزلت لو ما نزلت؟ والله احنا العراقيين صاحبين طيبة، يعني هاي الناس هسه الان ما متأثرة بالدولار. هذا ابو الجواري بيبيع قد يبيع 3 بألف، بعد خطيه يبيع 3 بألف هالشكل. يعني ما بطل المي بعد بربع، شنو باع بألف دينار؟ ما بعرف. بس اكو طيب مواد صعدت. طبعا الدقاير صعدت، طبعا مواد غذائيه صعدت، طبعا الزيت صعد صحيح، الشكر صعد طبعا. بس انت اللي انت تحس بالماده من تروح تشتريها؟ انت مو تاجر حتى تعرف. هذا انت من احكي احتاج لبطل زيت اعرف ايش قد زايد؟ مو صح. أنا أشكرك سيد. حبيب قلبي يا مرحبا. أسأل الله أن يحفظ العراقيين وشوي. اللهم نبهنا من نومة الغافلين، لأن إحنا شوية نايمين. الشعب العراقي نايم. الشعب العراقي نايم. تعال تفضل. شلونك؟ شلونك؟ شو أخبارك؟ بس أرد أقول لعلي دعير كافي لا تحكي عليه. زين؟ إي علي دعير هذا صاحبي شغلني وياه. حيدر دعير؟ إي لا عمه طوبه وما عنده إخوان. أخوه ستار شيخ. كافي تحكي عليه محسون الحلاق ورضاوي. زين؟ بعد ما اشتغل وياك بطلت هنا بالمناظر اشتغل. عمي خبرني وين ما يقوم ويقعد ما يعرف يشتغل. صدق كذي ما اشتغل عمي بطلت. شغلك يعني؟ ناب المناظر. مره خصتك كاتب ناب المناظر اشتغل. يعني شنو يعرف يشتغل؟ ما تعرف الصفط؟ كله هيجي. انت ما تعرف عمي شنو. صدق كذي بطلنا من يمك. بشرفك تنزله. اريد اشوفه علي دعير. علي دعير مو علي. علي دعير. يا علي دعير ابو جبار. احنا طبابه غير. اي والله وفراضه عن الفراضه. بدك تفضل وياي. ايش فيك ويا اسمك؟ ويا حسن. حسن ويا حسن. حسن الجعيفري. انا وياهم بالعشيره. اه والنعم. ويا شيخ ستار. يلا ان شاء الله. أهني. ان شاء الله تبيع زين. رحم الله والديك. شكرا. شكرا. نعم مشاهدي الكرام، بالتالي يعني لحد الان كمتحدث اول عن هذا الموضوع، مجرد انه سمعوا الناس وسمع المواطن وسمعوا التجار بنزول سعر الدولار،
شوي الحركة نوعا ما بدأت ترجع وبدأت تقوى، بس مجرد سمعة. لكن كيف لو شاهدنا أنه الدولار بالمرحلة المقبلة أنه توصل سعر الورقة بالمئة وثلاثين فعلا، مو مثل اليوم بمئة واربعين، اليوم سعر الدولار بمئة واثنين واربعين، لكن المؤكد أنه خلال الأيام المقبلة راح يكون بسعر المئة وثلاثين. متواصلين وياكم من الشورجة، خليكم. هذا الكلام بعد تذبذب الحاصل اللي موجود بالسوق، يعني سبق وان جمعنا حديث هسه مع احد الصيرفات اللي امتنع حقيقه عن التصريح، قال انه الدولار بالوقت الحالي جاي يشتروه مجموعه الشركات اللي بجميع الفئات اذا الاي او البي او السي باعتبار انهم حصص من البنك المركزي، فتسعيرتهم بالوقت الحالي على 1300 و200 دينار لسعر الدولار الواحد. فبالتالي يعني اليوم الوضع، وضع السوق او الدولار بالاسواق السوداء، اجتهادات صاير عند بعض اصحاب المحلات اللي موجودين بالسوق السوداء، فبالتالي انه نوعا ما الدولار ما مستقر لغايه الان، ممكن خلال الايام المقبله راح يستقر هذا الموضوع، موضوع سعر الدولار. فبالتالي هذا الموضوع ومدى تاثير على التجار ايضا بنفس الوقت، مو فقط على المواطن، راح نشوفه ويا الاخ خالد. خالد شلون؟ حبيب قلبي، الله يسلم. هسه الدولار ما تعرفونه بتسعيره المضبوطه طبعا، بين 42 فعلا، بين 38، بين ممكن 48، متذبذب يعني بالفيس شكل، نعم، بالاخبار 32 30. بالواقع، بالواقع لا 40 45 الى يوصل الى 50. اليوم بيش وصل عندكم؟ يعني 50 50 50. زين، هذا الموضوع بالنسبه لابو المفرد، باعتبار انتم اليوم هالجمله، ابو المفرد شلون جاي تتعاملون وياه، وبنفس الوقت ايضا انتم كاستيراد جاي تستوردونه، يعني بين الارتفاع وبين النزول ممكن قد تكون خسائر وممكن ارباح؟ طبعا طبعا اكيد فعلا، يعني ابو المفرد يعتمد على من؟ على ابو الجمله يعني يعتمد على السعر الصرف اليومي، شوف بيش اليوم يعتمد عليه، يبيع لابو المفرد، ابو المفرد اكيد راح يتاثر بالتذبذبات مال الصعود والنزول اكيد. زين، استيرادكم وش قصر لكم من استوردتوا غير؟ يعني المواد احنا نستوردها قلبي يعني بالدولار تستورد؟ اكيد طبعا فعلا بالدولار، يعني الحوالات الخارجيه كلها دولار، يعني ماكو عراقي، ما حد يستلم عراقي. دوليا الاسعار ثابته؟ لا، متذبذبه طبعا، لها علاقه بسعود الدولار العراقي؟ اكيد طبعا طبعا، يعني سبب يعني الشحن يختلف، الشحن بس الشحن طبعا، يعني الجمرك عندك يختلف حسب، يعني اكو شهر عن شهر يختلف، اكو صعود واكو نزول بي، وهذا يؤثر اكيد على سعر التكلفه مال البضاعه تجي. ايش الموضوع صار؟ طبعا اكيد سبق وان هاي مثلا كنتوا تستوردوا ب5 دولار، هل سبق سعره؟ بالاستيراد طبعا نفس السعر، نفس السعر، بس سعر العفو فرق العمله اختلف اكيد. هسه البيت جاي تبيعون مثلا على سبيل المثال، جاي تبيعون مثلا للزبون اللي هو بالمفرد، خلينا نقول ثابت عندنا 5 دولار، 5 دولار بقى 5 دولار، بس فرق العمله اكيد يتبدل، يعني مثلا على ال 50 يختلف مثل ما يعني 35، يعني هواي اختلاف، هذا ياثر على بالمفرد. زين، كتجار ولكم باع طويل بالسوق وتعرفون ايش وقت الاستقرار يكون، برايك انه خلال الايام المقبله اذا استقر الدولار راح يكون الوضع مثل ما كان بالسابق على 120 وغيره؟ يعني باوع، يعني الاسعار راح تكون ثابته؟ طبعا ثابته، بالدولار ثابته، بالدولار يصير 120 150 170، احنا سعرنا ثابت بالدولار، يعني 5 دولار بس، قلت لك فرق العمله بس فقط، اي بس تكسير العراقي بس عندنا، هو هالما يأثر على السوق ويأثر على الزبون المفرد. بس مجرد الاعلان على 130 شوي الحركه اكيد تغير، اكيد طبعا تغيرت، يعني 180 درجه تغيرت، 180 طبعا. هذا الشيء نريده طبعا، ليش ما واحد ما يريده فعلا. حبيبي يا وسهلا، شرفتونا، اهلا وسهلا، على راسي. نعم، مش هذا الكلام، بالتالي انه موضوع سعر الدولار كل ما يكون بثبات، يعني كل ما موضوع سعر عفوا اسعار السوق اللي موجوده المحليه، الاسواق المحليه راح تكون باستقرار
لان اليوم التاجر جاي يستورد بالدولار فبالتالي يبيع بالدولار، لكن فرق العمله نوعا ما جاي تاثر عليه. ومن خلال انه الاعلان عن موضوع سعر الصرف الدولار ب 130، الحركه وحسب كلام خالد بالسوق الحركه التجاريه تغيرت 180 درجه، فبالتالي نتمنى انه يكون استقرار تام بهذا الموضوع، موضوع سعر الدولار. متواصلين وياكم، خليكم. واكل روح حيلك. شلونك؟ الله يسلمك. شلون الدولار وياكم؟ والله حالي نسمعنا احنا البارحه صارت حركه، واليوم من قالوا 130 بس ما تنفذ هذا القرار، 150 148 52 هذا السوق السوداء، 150 52. لا والله نحن عمال البارحه اشتغلنا كل واحد طلع له 25 30 راح، بس الايام من صار 60 و50 والله 2000 دينار ما نطلع. شاهد الله ان الرجال سيد وما اخاف بس من فوقايه، هاي وحده. اثنين، صورة عامة، قوطية البيبسي من ربع صارت ب500، النستلة من ربع صارت ب500، 3000. فاحنا ما نطالب هيك، نطالب الجهات الخيرية، نطالب بالعالم الطيبين. يمكن انه خلال الايام المقبلة راح يستقر هذا الموضوع، انه بس يحتاج له شوية وقت، اسبوع اقل او اكثر. عادي ما مشكلة، خلي يروح ورا الزيارة 15 يوم، خلي ينزلوا قابل يثبتوا لل 140 45 مو الا 30 مو مشكلة. حتى انا فقير، انا واخويا فقير والاخ فقير والاخ، ونشتغل احنا. اول شيء جولنا يومي، لا عندنا تعيين لا شهادات لا شيء، قوتنا يومي. صار لي 14/4/2004 نشتغل بالشرجه، 19 سنه كل شيء ما حطيت، قاعد بيت ايجار 500,000 برقبتي عائلتين. فاحنا هاي وحده. الناشد لواء زهير. لواء زهير ينزل لك الدولار؟ لا، لواء زهير ناشده من قناتكم، اخذ عقيد زيد، اخذ دراجتي صار 3 اشهر من خلال قناتكم. أنا أجده باسمه وباسم عائلته باسم محمد، أنا يرجع لي جراجتي، يرجع دراجتي. لواء زهير أنت لك بصمة عمي عندنا بالعراق، تاج راسي عقيد زهير، عقيد زيد أخذ دراجتي بالرصافي، وصار 3 أشهر أدور على الدراجة وما هي. رحت لأبو نواس وجزاه الله خير عميد عبد الوهاب ساعدني وماكو الدراجة. فأنا أجدك باسم محمد، أنا أجدك باسم السائين، دز علي حتى تجيب لي زلمه قدامي واريد دراجتي. انا حمال. يعني شنو دراجتك؟ ماكو. ما هي دراجتي ماكو شيء. شنو ما يعني رحت وماكو الدراجه، رحت للقاطع دورتها، هاي صارت 3 أشهر ما هي. يعني موجودات دراجات؟ ما دراجات هوايه موجوده، دراجتي ما هي. وين اختفت؟ رحت للحسينيه مال راجديه بعد. لا يا استاذي، لا يا تاج راسي انت اخونا، لان انت لك بصمه وانا حمال اشتغل ب 700,000 مشتغيها. يا عمي والله ما عندنا، ناجزك باسم محمد اريد بس دراجتي حلالي، شو تفرضون علي بالوصل عمي؟ انا قابل ادفع لكم عيون. ايش اخذوا؟ ما ادري، هو يجون يطبقون شنو ستوتات، شلون تكاتك، شنو دراجات، ما ادري ليش. طبعا حياتنا دارت المرور، لكن هو موضوع التكاتك وموضوع الدراجات، احنا بغض النظر، هو المواطن ترى ما له ذنب بهذا الموضوع. كدوله كمؤسسات هي اللي جاي تستورد وجاي تدخل، وبعلم الدوله يعني هي الدوله اللي جاي تدخل. فبالتالي المواطن يوم الناس من تشتري دراجه، من تشتري ستوته في سبيل انه تكون مصدر رزق لهم ويتنقلون بها، تاخذوها منهم زين. هسه على عينه وعلى راس القوانين وقوانين دوله وقوانين مرور، على عينه وعلى راس الكل قابل بالغرامات، لكن الموضوع اللي صاير ويا السيد انه اخذوا دراجته يا بس ما يخالف، خذوها بغرامه، قابل يدفع الغرامه، لكن جاي يروح ويراجع الدوار ما جاي يلقى دراجته. يعني شنو مثلا بلعتها الحية؟ والله ما ادري، انا شفت حتى من قناه مصطفى الربيعي وما سوى شيء، ما استلفوني لهذا. صار 3 أشهر وما خليته، والله ما خليت ادور على القنوات مالتكم، اي قناه اشوف احكي. فلا يا اخي زهير، لا يا لواء زهير، حتى بعد ما اعرف اسولف حلالي راح بالعباس ابو فاضل. بعد ما عندي راح اقتل روحي، شق النوبه، شق ذيش النوبه هدومي، هالنوبه اقتل روحي والله، كافي حلالي بس ورتم بي. انا مو كافر، بس اعطوني حلالي ورتم بي، والله كافي حلالي، والله اشتغلنا ب 700، 3 أشهر على نبيع 700,000، والله دراجتي راحت، والله ما عندي يا عمي، والله ما عندي، والله يا عمي ما عندي، دز علي ورحت عليك حتى من مال هذا الملعب الشعب، ما خلوني اطب عليك، يا عمي سايم الله عليك. تعال لي يا عمي شو تريد؟ انا حاضر، مو تجي تاخذ حلال تروح. شنو احنا نشاله
يا عم انتم دولة تقولون وعلم، عم الدول تضحك علينا، ترى فكرهم احنا عراقيين، ترى احنا اهل الخير، صارت العالم هم اهل الخير واحنا الاسوء. كافي يا عمي، كافي، انتم دولة وعلم، كافي يا عمي، ناشدكم باسم محمد. عمي 14/4/2014 بالشورجة 19 سنة، شبر ما عندي بالعراق، شبر اخوي اعطيته شهيد وما اخذت من عندكم كل شيء، ما اريد عمي من عندكم، لا دور راتب شهداء، لا دور اعلام، لا دور شيء، انا رجال اريد اعيش انا وامي واختي وابوي بشرف. لا يا عمي سايم الله عليكم، والله العظيم ما دور من عندكم لا طشه ولا فلوس. حق هذا حق، حق هذا والله ما اريد راتب رعايه ما عندي والله، وحق الله اشتغل عمال. عوفنا من الرعايه، احنا جاي نحكي عند الراجل، اذا مو جاي اوصل لك كلام يعني ما عندي هيك، انا جاي اوصل لك والله ما عندي سيد حقه يعني والله ما عندي بعد ايش قاعد تدو بالعباس بعدي وعلى لي اشوف رايح يا عمي فاقول والله يا عمي ابوك والله ابوك اشوف على لي باخذ يا عمي ما ساكت بدول عمر ما تسوى والله اشوف على لي باخذ يا ناس والله ابوك سايب العباس عليك لواز يركز علي دارة المرور والله هو حق يعني هو حق كافي يا عمي شنو حق يعني انتم دراجته ماخذوها كافي وينها بس قولوا وهسه وينها غير هسه لا شيء وينها بس قولوا الدراجه وينها ما هي الدراجه يا رب وراحت اختفت تصدرت غير دول عليها مطلوب بالدوله اخذوها وش قولوا لي وين رحتوا بيها عمي الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كلهم راع وكلهم مسؤول عن راتي لواء زهير انت مسؤول على شو اسمه على المرور فسايم الله عليك دز لي على اخي زيد انا اليوم وخليه يواجهني وين راح بدراجتي عمي العباس عليك ابو فاضل انا اشد الاسلام اريد دراجتي سايم العباس عليك صوتك واصل ابداع العباس الفاضل ما تقدر توصلني هي صوتك واصل رسالتك واصله وبالتالي هي رساله العميد زهير يعني هو الولد من حرقه قلبه يعني 700,000 يا دوب مطلعها ومشتري دراجه وتاخذوها باي حق مثلا هسه والله العظيم قوانين على عينه وعلى راس المواطن ملتزم بيها ما ملتزم بيها اكو غرامه بالمقابل اخذوا الغرامه بس مو تاخذون الدراجه صار لها 3 أشهر يراجع ما يعرف وين بالتالي هي رساله لاداره المرور والمعنيين انه السيد ممكن اليوم يكون قضيتنا لان دراجته وحقها وابو الحق مدلل عندنا توصلين وياكم خليكم معنا في عالم تتصارع فيه الرؤى أن كل من يتحدث عن نظرية المؤامرة فهو خارج الحدود نحتاج إلى عين الصقر وليس عين الجرد تتشابك الخيوط ما دام هنالك صراع بين الحق والباطل وصراع بين الخير والشر فنظرية المؤامرة موجودة سنفك الخيط الأبيض من الخيط الأسود عندما نقول على سبيل المثال أن المرجعية الدينية أيدت المتظاهرين الذين شاركوا في مظاهرات 2019 لكن بشرطها وشروطها سننظر من خارج الحدود لنفك طلاسم الوهم نحن سنتحدث أولاً كما قلت لكم خارج الحدود سنكون وسطا ونمشي جانبا في هذا البرنامج خارج الحدود حياتي مستمرة لكن صافرات الإنذار إن شاء الله تكون
على كل سارق وعلى كل حرام وعلى كل شخص ما يحب الخير في هذا البلد. أهل الكرام متواصلين وياكم، وإحنا بما أنه بسوق الشورجة فضروري أنه تشوف أصحاب المحلات اللي موجودين، ولا ننسى أيضا أنه دور العطور باعتبار معودكم أنا بكل حلقة أصور بها ويام الناس لازم أخذكم بجولة على العطور. على شلونك حبيب قلبي؟ سهلا بك، شلونك أنت؟ الله يحفظك الله يخليك. بداية سولف لي على السوق، حركته بالوقت الحالي وبارتفاع سعر الدولار أثر على العطور؟ حاليا السوق يعني انتهى يعني بسبب ارتفاع الدولار. زين يعني الناس جاي انه على اصحاب المفرد، اصحاب المفرد جاي يتاذون يعني ما جاي يربح، يعني الدولار صعد وجاي يبيع بنفس الاسعار. زين وما جاي يستفاد بسبب ارتفاع الدولار. زين بعد ما صار انه هسه اليوم بالجديد انقر على 130، هاي الايام اللي انقر بها اللي صار تقريبا قرابه اليومين شوي اثرت، زادت الحركه، اكو حركه نوعا ما لمسبقه، اكو يعني بدات العالم تجي للسوق وتتبضع. زين خلينا ندخل بمجال العطور بالوقت الحالي. العطور ما شاء الله الشركات اذا اردنا نسولف بها بالعراق، لكن من الافضل من شلون نعرف على سبيل المثال حتى نوضح للناس انه شلون عطر نعرف العطر هذا زين مو زين؟ يعني هي اذا تريد تميز العطور، يعني عطورنا الحمد لله والشكر مشابهه للماركات وجودتها وثباتيتها، يعني مده بقاها يوم ويومين وثلاثه. يعني العطور المركزه، مركزه هاي الشركات اللي دخلت بالمنافسه، احنا ما بابا احنا مواد اوليه لصناعه العطور. زين احنا هنا يجي الزبون ياخذ زيوت عطريه ويخففها بكحول ويضيفها بشيشه ويبيعها. زين يحب اسمكم لو باسمه مثلا؟ باسمه هو باسمه. لا احيانا جاي نشوف شركات انها موجوده وحتى طريقه البيع مالتهم بالعطور وصلت المرحلة انه يكتب رقم ارقام حتى ترجع له. انه هاي العمليه شنو بالضبط؟ هاي العمليه حتى يضمن انه يرجع له الزبون ما يروح لغيره. وياكو ايش تسميات لل كيف يسمي؟ يعني هاي خلطات؟ حتى يقدر يبيع باسمه هو. والله يعني يكتب اي اسم. زين ويغير الاسم حتى انه الناس ترجع له اله هو. زين خل اسالك بعد واحد سنة. انه اليوم العطور بما انه عطوركم الفرنسيه اللي موجوده هنا وايضا خليجيه، الطلب بالنسبه لذوق العراقيين وين يرغبون؟ العربيه كل محافظه لها طلب. يعني مثلا هسه البصره يحبون الاعواد، يحبون يعني العطور القويه الفواحل. زين احنا بغداد لا نحب العطور الهادئه. زين عندك الشمال يحبون عطور الورود، عطور هاي. زين هيك عطور بغداد يحبون العطور هذا هذا. ايه يعني فرنسيات؟ فرنسيات صحيح. ناجي يصنعون بالعراق؟ لا بالبيت. بالعراق لو تستوردون؟ لا كلها يعني مواد، مو قلت مواد اوليه. ايه كلها عطور فرنسيه وايطاليه. عندنا شركه اسانس شركه فرنسيه، وعندنا شركه مال هاوس ايطاليه، وعندنا انجليزيه. حبيب قلبي حبيبي. نعم مشاهدي الكرام متواصلين وياكم، مثل ما شفتوا انه احيانا
تكون هناك طريقة بيع لبعض المحلات رقم 2 رقم 3 هاي الخلطات اللي مثل ما تفضل الأستاذ على هنا أنه هاي أشياء مفبركة حتى ترجع للزبون، لكن بالتالي هي أسماء العطور واحدة ما تتغير مثل ما جاي يشوفونها قدام رشا ومونت بلاك ودلع البنات وهاي التسميات، فبالتالي أنه هاي العطور هاي أسماءها ماكو أي أرقام أو أي غش بهذا الموضوع. متواصلين ياكم، خليكم يعني. اعرف وضعكم حاليا على سعر الدولار، بما انه تجار هنا انتم وابو المفرد هنا، فاريد اعرف المشكله اللي جاي تواجهك بالاستيراد والمشكله اللي جاي تواجهك بالزبون باعتبارك انت على تماس مباشر. ماكو ينزل بالدولار، كلها كذب بكذب. حد الان دين باع 1480 1490 هسه قبل شوي عملنا عليه 1490 سوق سوداء اي، ويقولون بالبنك 1320 320 فعلا المن جاي ينباع، حتى اكون دقيق وياكم ودقيق ويا المشاهدين، جاي ينباع ب 1200 1320 جاي ينباع للشركات اللي هي لها فئات زين. دور الحكومه هنا وين؟ يفترض انه خلال الايام القادمه، يعني الموضوع يحتاج لصبر اسبوع لا اكثر، بس اريد اعرف بعد هذا النزول، لان الدولار كان وصل 70 وصل 70 60 صح لا مو صح؟ 1700 وصل صح. اليوم مجرد هذا الخبر شلون يعني جاي شوف؟ لا الحمد لله اكو تحسن، مجرد بس هاي يعني ولو بعد ماكو نزول وهذا المطلوب 1320 نزل 1480 وصل 1480 الحمد لله اكو حركه بالسوق. هسه 48 اكو حركه بالسوق. زين انت على 48 نازل تشتري؟ والله على هسه على هاي الوضعيه لا الحمد لله، بس قبل لا قبل اكو كانت معاناه، يعني اذا قاعد تقل بارباحنا احنا يعني كمفرد قاعد تقل بارباحنا. جاي تشتري بالدولار؟ كل دولار. تبيع بالعراقي؟ ايوه بيع بالعراقي، بس العراقي حبيع نفس السعر اكيد، بس الدولار هو صاعد فوق. يعني قلت من نسبة الأرباح كلش قلت وايد قلت من صعد 1700 كلش قلت نسبة الأرباح. زين أنتوا إذا يستقر السعر الدولار أنتوا أهم شيء عندكم يستقر؟ لا طبعا يفيدنا هواي أكيد أكيد يفرق لنا هواي. 2000 دينار ياسر يستقر، يعني حتى إذا وصل إنه بس أهم شيء يستقر يتحرك السوق، المهم يستقر. يستقر أهم شيء يستقر. جات تستورد بالدولار؟ طبعا أي عملتنا ما معترف فيها، عملتنا ما معترف فيها طبعا دولار. الصين، تركيا، ايران، دبي، ما اي مكان يجيب دولار. احنا من احنا استورده من السعوديه راح ما علمك. مبيع بلد استهلاكه. ايه. استهلاك. فاذا هسه شنو صوتنا؟ لازم. صوتنا يوصل 1320 كما هو قالوا عليه بالدوله. تاخذها مني؟ نعم. خمس ايام، ثلاث ايام، اربعه بالزايد. والله ان شاء الله. ان شاء الله عمي غير نتمنى ان شاء الله ان شاء الله. ان شاء الله هذا ان شاء الله. رحم الله والديك، رحم الله والديك. ولا تتعب روحك. لا عمي لا الحمد لله والشكر لله، الحكومة قالت ووفت يعني الحمد لله والشكر، موفقين ان شاء الله حبيبي. الله يسلمك. وتسال انه يصب لنا شاي؟ صب لنا شاي والله. والشاي انت شلونك ويا دولار؟ ها؟ شلونك لو هم ما لك علاقة بالموضوع؟ ما له علاقة بالموضوع. يصعد ينزل الشكر، شكر غالي. هو شكر غالي 100%. ليش والله كذا؟ بألف ونص. ليش كم؟ هو بألف ونص. يعني هذا ما يصير. لا ما يتأثر هيدا؟ لا وين تأثر؟ تأثرت أنا. لا بس السفر هذا هم صعد. هذا هم صعد. هذا ليش كان؟ كان كارتون. 14 مدري 15 هسه صعدوا عليه. هسه بيش صار؟ ما أدري والله. هيدر متأذي. أنا متأذي الحين أنا متأذي. إي متأذي. تتزوج هيدا؟ لا لا. وعلم زوج. متأذي منين؟ من الشاي من الزواج؟ من الشاي ما يشربون. انزين يقولون شنو فاضي؟ ليش ما يشربون؟ تعال انت ليش ما يشربون شاي؟ كل ساعة يقول نازل، كل ساعة يقول لازم يفتر هواي. اي حيدر ما يصير، ايش لازم؟ كل ساعة تاخذ لك دراي. شاي شو وقت دخل صوره لهلي؟ هذا ابو شاي. يا امير الكل.
اكو هاي امور سلبيه مع الاسف مع الاسف حجي انت وانا وهذول كلهم متضاربين وبعدين هم لو شويه يرجعون رب العالمين ويفكرون وراهم موت كان ما صار هذا صار شنو هو اللي صار صارت الزلازل غضب ربك بالعراق بالعراق وغير العراق بس كله غضب ربك ويطلع ربك امنتوا بالله احنا العراقيين خلينا نفرض وحش الزينين نقول انه اكو كم واحد مو زين سوريا ايش عليها تركيا ايش عليها حجي يوصلنا لو ما يوصلنا يوصلنا لا ودعتك زين استروا تعمل سكاكين ما يرحم الله والديك هذا الوضع انت عاجبك يا والله هذا الوضع مال العراق مليون احد من كل النواحي صدق ها يعني على البلدان اللي جاي يشوف وضعها عند العراق حيل عاجبني بس عندنا موضوع شنو اتفق وياك اللي هو حقوق الانسان ما مطبقه رحم الله امك وابوك وشكرا تحياتنا السلام عليكم اهلا انا منتسب بوزاره الدفاع تعال هنا انا منتسب بوزاره الدفاع بين والله البارحه رحت اقدم على سلف على قرض من الحكومه من المصرف الاهلي العراقي ايش قد رادوا علي تحميل اتوقع انت ايش قد تتوقع ببالك السلف 6 ملايين ايش قد توقعك ببالك تحميل 4 وحق الحسين قال لي يصير 37 عليك 37 مليون تصير ب 6 ملايين هاي يقول لك انت مطلوب قرض قديم نسدد لك ونعطيك 6 ملايين مطلوب قديم صاحب 20 صاحب 20 ليش يسبوا لك ال20 ال20 صايرين عليه 29 ونص يعطوني 6 يصيرن 37 مليون علي عادل لك هو هذا يا حكومه بس وقفلي تعال انت الستة ايش قد فوائد يقول لي نعطيك نسدد لك القديم اعطيني مجال اوقف هلا بخصك نسدد لك القديم ونعطيك قرض جديد 6 ملايين نعطيك من الفلوس الجديده لازم تصفر ذاك هم يصفرون ذاك ويعطونك جديد ايش قد يعطونك 6 ملايين قد يتوقع يصير 37 مليون ليش البلدان الاخرى الخليجيه تعطي القرض للمنتسب او او ليش ما فوائد فوائد مو قويه فوائد 6 مليون احكي لي بايد جزئيه ايش قد 6 مليون الفوائد ايش قد لا 4.5 يعني ياخذ بالنص فوق النص انت ادري يعني شنو انا مصاب انا برجلي يعني هسه على 20 مليون اخذوا 9 اخذوا 9.5 يعني نص المبلغ عادل يعني ليش اضرب نزلوا الدولار منها حملوا علي قدرات قد يقصون بالشهر 800000 قص مالها مال 37 اي 800000 لا مال 37 800000 يعني قد يضل من راتبي 300000 انا ما اخذ انا متوازن انا اريد اشتري بيت بضايق على بيت متسق وعندي سجهال الله يخليهم سجهال عندي واريد اشتري بيت وعود اسحب قرض واشتري فمن قال ما شفت ايش تحميل قلت لهم لا اسحب قرض ايش قد 6 ملايين تشتري لك بيت انت وين عندي فلوس اكمل علي هنا واشتري قد عندك عندي تقريبا 30 واشمل ذني 6 يصير 36 اشتري لي بيت وين هذا بيت حواسم بالنهروان ايه يعني هيك اظلم هيك اناشد رئيس الوزراء المحترم واناشد معالي وزير الدفاع المحترم واناشد كل انسان شريف بالحكومه اذا اكو يسهل لنا التنسيبات مال التعليه مال السلف يعني بدل ما التحميلات يعني جدي يحملون تزيد يحملون 90% بدل ما 90% خلي يسويها 30% يعني منتسب صوت صوتك منتسب ومضحي بنفسي انا مصاب انا بهاي رجلي اليسار طاق علي عبوه بالموصل بعمليات الموصل بال 2013 وهذا انا الرجال هذا صاحب الفضل علي هذا انا مو اسمع ولا اريد يسمع ها انسان اكون انا بالسوق واحد صاحب فضل علي هو اللي احتضني وهو شغلني وهو يعني احتضني امارت الله سبحانه وتعالى فوق الراس احتضني وطانه يعني ما خلاني بعوز انسان هنا تاجر بالشورته هو احتضني وهو وصلني يعني احسن من الحكومه يعني انا اقول لك احسن من الحكومه تاجر سوى فضل عليه احسن من الحكومه نعم مشاهدي الكرام متواصلين وياكم من سوق الشورته وبالتالي انه ايضا موضوع السلف اذا اردت تتعقب عليه انه بعض المصارف والله العظيم جاي تاخذ فوائد وارباح خياليه بدون لا حسيب ولا رقيب يعني 6 ملايين باربعه ونص ارباحه ليش؟ فوق لا تاخذ بعد فد مره تواصلني معكم
انتم بها الرعايه، انتم صوت الفقير. الله، انتم جنود مجهولين. احنا صوتكم يعطيك العافيه. بس نحكي عن الرعايه لان دمرنا، والله دمرنا. صار لي 20 سنه عندي ربوه، 20 سنه حمار، لا تعرف انت بقى. بس نريد رعايه، ماك ما بقى تعبت. قدمت انت على الاسماء 11 22، ومنتظر يا وجبه 11 22. زين، يعني مجرد بس تطلع الوجبات اه ومر بيها جلطه زائدا. يقول لك المعنى بقلب الشاعر. لا انا مو شاعر، اسمع 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 ايه من الالام. يعني مر بيها جلطه. زين، خمس نفرات زلمه بيرب وحماد، مستحقين ولا ما مستحقين؟ يعني اذا انت ما مستحق، منو مستحق؟ انت اصيل. ليش انا قلت لك انت انا لو وزير هسه؟ والله بسرعه مشي لك. بالعباس ما ربيها جر، وعندنا اثنين اطفال حليب. ليش تسوى اطفال؟ يا به رزق رجالنا بالشارع، هو رزق رجالنا. بس عمي يعني هسه شويه مثلا امتيازات. هسه انا رجال كبير، عمي تعال اطلع اسمك هذا. هسه انا الامتيازات اللي تريدها قصدك؟ لا يا قصدي يعني ما يشوف واحد حالته تعبان اتقدم اسمه، مو امتيازات يعني رد فلوس رعايه. يعني واحد صحته تعبانه واحد ف هسه المناشده توجه للرعايه. اي والله ايه. حسين محسن تفيح الحرشاوي بالحميديه بالحميد. شو وقت قدمت؟ 11 22. 22 لا 11 22. 11 شهر 11. اها اها، يعني ما ربيها جلطه. ابدعت هذا الوجه الحلو وهذا الوجه الممرد. ما مستحقين؟ والله على وجهه ممرد. لا ورده ما طولت انت ربك ينزل له صوت الفقير. لا واجبنا، بالتالي هو واجبنا. اخيك 11 من عاد توصل الرساله المعنيه. حسين محسن تبيع، يعطيك العافيه. الكلام وبالتالي ايضا موضوع الرعايه اليوم اذا ما ردنا الحديث بهذا الموضوع، يعني تقصير واضح خصوصا بالفترات السابقه اللي راحت، على اعتبار انه عنده بلازمه، عنده كنتور، عنده فد اغراض بالبيت او اثاث ما ينطو. وهاي الناس اللي قدمت اسماء، رغم انه الوجبات اوكي جاي تمشي بشكل او باخر، لكن شويه عجلوا بها، لان العراقيين اذا ردنا نعد ونشوف الاحصائيه اللي موجودين بالرعايه الاجتماعيه، الناس اللي مستحقين فعلا الرعايه الاجتماعيه راح توصل اعدادهم بالملايين. يعني على اعتبار الاغلبيه هسه احنا مجرد اذا درينا بالشورجه شفنا الناس هنا، الغلابه اللي موجودين، الناس اللي جاي يشتغلون بقوتهم اليومي بسبب لا حول ولا قوه، لا تعيين ولا وظيفه ولا ايضا موضوع الضمان الاجتماعي. انا اتمنى انه من السيد رئيس الوزراء انه يفعل نظام الضمان الاجتماعي، لان اليوم اكبر هم الشاب العراقي واكبر هم المواطن العراقي هو التعيين. هواي ناس جاي اشوفهم الله مفضل عليهم وعتهم فلوس وما محتاجين وعتهم املاك اصلا، لكن بنفس الوقت يبحثون على التعيين باعتبار انه اكو ضمان الحقه بعد ما يكون اكو تقاعد هناك بعد ما يكبر بالعمر. فالناس بهذا الموضوع يعني بشكل او باخر جاي تستقتل على التعيينات من اجل ضمان التقاعد والخدمه. فموضوع الضمان الاجتماعي يجب على الجهات المعنيه، على رئيس الوزراء، على ايضا على البرلمان انه يفعلوه بشكل سريع، لان البطاله وصلت والناس اللي موجودين وصلت ارقام خياليه مخيفه، خصوصا في ظل ارتفاع سعر الدولار اللي جاي يشهد السوق بالاسواق في الوقت الحالي. عدم استقرار، ارتفاع مره صاعد مره نازل، المواطن اليوم ما يعرف شنو وضع الدولار، يروح بالبنك المركزي موجود ب 1300 و200 على ما اذكر، وهذا يباع فقط للشركات والمصارف والبنوك الاي والبي والسي وغيرها، وجاي تباع العمله باسواق سوداء باسعار وصلت او تجاوزت ايضا ال 142 دولار لل 100 دولار عفوا 142 الف او 145 الف لل 100 دولار الواحده. فبالتالي كل الامنيات انه او التوفيق ايضا، وهي دعوه لكل المسؤولين انه الشعب يستاهل والله العظيم، وهاي الناس تستاهل. العراقيين ناس بسطاء جدا لدرجه انه بكل شيء يقتنعون، مجرد انه نزلت الورقه 15 او 10000 تغير السوق، تغيرت حركه الاسواق اللي موجوده، تغيرت ايضا نفسيه المواطن اللي يعني
دخلت بدوامة وبحيرة من أمرها في الفترة الماضية. ختاما تقبلوا تحياتي وتحيات كادر العمل وبالخصوص زميلي المصور علي خالد. إلى اللقاء.